السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير. اليوم ويانا المحاضره السادسه، المحاضره بعنوان السنسرز اند ترانسديوسرز. طبعا دائما بدراستنا او خلال حياتنا اليوميه، حتى من نروح مثلا لسوق الالكترونيات، هواي نسمع مصطلح سنسر. سنسر اللي هو كنا احنا نعرفه بالحياة العامية اللي هو يصحوا له حساس، بس هو فعلا هل هذا المصطلح، هاي الحكاية صحيحة؟ شنو السنسر؟ شنو الترانسديوسر؟ وشنو الفرق بين واحد وواحد؟ هذا اللي راح نتعرفه بمحاضرتنا لهذا اليوم، تمام؟ فان شاء الله نبلش المحاضرة وياكم. السنسر طبعا ابسط تعريف للسنسر، السنسر اللي هو يعني تقريبا هي كلمة سنسر جاية من كلمة سنس اللي هي إحساس، فلذلك هو شيء صحوله يصحوله سنسر، يعني مستشعر. زين، فجد يقول السنسر هو جهاز يكتشف ويستجيب لبعض أنواع الأنبوت من البيئة الفيزيائية. يعني السنسر هو جهاز يكتشف، شوفوا ديتكت يعني يكتشف، اند ريسبونس يعني يكتشف ويستجيب لبعض انواع الانبوت من البيئه الفيزيائيه. يعني الانبوت قد يكون اي شيء فيزيائي، قد يكون ضوء لايت، قد يكون حراره، قد يكون موشن حركه، قد يكون مويستشر رطوبة، قد يكون ضغط اللي هو برجر، قد يكون أي شيء، قد يكون عدد كبير من الظواهر البيئية. A great number of other environmental phenomena، يعني أي ظاهرة بيئية هذا من الممكن أنه تكون أنبت للسنسر يستشعرها، يعني يكتشف ويستجيب. الاستجابة تكون شنو؟ الاستجابة تكون عبارة عن إشارة كهربائية. الاستجابة شلون تكون؟ تكون عبارة عن إشارة كهربائية، يعني يأخذ الأنبت، قلنا الأنبت قد يكون حرارة، قد يكون ضوء، قد يكون حركة، قد يكون رطوبة، أي شيء يأخذها ويستجيب عن طريق إشارة كهربائية تتحول إلى إشارة يمكن قراءتها بواسطة الإنسان. That converted to a human readable. بمعنى آخر أو تعريف آخر للسنسر، السنسر هو يستشعر، شوف هاي سنس، يستشعر physical quantity كميات فيزيائية ويحولها إلى طاقة كهربائية. A device that receives يعني يستلم فتشي فيزيائي ويستجيب بطاقة كهربائية. يعني السنسر شنو؟ خلي نفرض هذا السنسر، هذا انبوت، هذا اوتبوت، هذا سنسر. السنسر يدخل له انبوت اي شيء، اي ظاهرة فيزيائية، ضوء، حرارة، حركة، رطوبة، أي شيء، والأوتبوت مالتي دائما تكون إشارة كهربائية. يعني الأوتبوت مالتي لو فولتية لو تيار، لو كرنت لو فولتج، تمام؟ زين، شنو هي الشغلات اللي يستطيع أن يستشعرها السنسر؟ What are some quantities that can be sensed؟ يعني شنو هي الشغلات اللي شنو هي الكميات أو الشغلات اللي السنسر يقدر يستشعرها؟ طبعا هواي شغلات، لكن هنا على يعني على سبيل المثال هاي ذكرت لكم أكثر الشغلات شيوعا أو أكثر الشغلات استخداما أو أكثر الشغلات اللي نستخدم بها السنسر. مثلا الموشن اللي هي الحركة، البوزيشن الموقف، displacement الإزاحة، velocity and acceleration يعني السرعة والتسارع أو السرعة والتعجيل، force strain يعني القوة والجهد، برجر الضغط، الفلو التدفق، الساوند الصوت، المويستشر الرطوبة، اللايت الضوء، الراديشن الإشعاع، التيمبرتشر الحرارة، الكيميكال بريسنس اللي هي الوجود الكيميائي، هل هاي المكان
يعني مثلا مفاعل كيميائي طق او انفجر او صار فشي فنريد نستكشف، فهو هذا السنسر. باعوا هاي الجمله the response الاستجابه is an electrical signal voltage or current. فالسنسر يقدر يستشعر اي شيء من هذني الشغلات اي شيء، والاوتبوت مالتي يكون فولتيه او تيار. اذا تتذكرون بالمحاضرات مال الاي تو دي من اخذنا مثال قلنا اكو مثلا سنسر يقيس لي درجه الحراره، فقلنا انه اذا درجه الحراره هل قد يطلع لي فولتيه هل قد، واذا درجه الحراره هل قد يطلع لي لا فولتيه هل قد. فهذا معناته شنو؟ انه سنسر يقيس لي الحراره يعني تدخل له حراره ويستجيب عن طريق فولتيه او تيار، يستجيب عن طريق فولتيه او تيار. زين بقى هناش دا يقول سنسر ار اومني بريزنت، يعني منتشره في كل مكان. السنسر يكون منتشر في كل مكان. بقى هاي التعبير شلون واصفي، يقول ذي امبيدد ان اور باديز، يعني السنسر موجود او جزء لا يتجزأ من اجسامنا. احنا انت الجسم مالتك هسه مو يستشعر الحراره والضوء والرطوبه فاذا هو جزء لا يتجزأ من اجسامنا، من الاوتوموبيلز السيارات ايربلين الطيارات سيلر تليفونز الهواتف الخلويه الراديو اللي هو الراديو الكيميكال بلانتس المنشآت الكيميائيه اندستريال بلانتس المنشآت الصناعيه اند كاونتلس اذر ابلكيشن، يعني وتطبيقات ما لها حصر ما لها حصر، التطبيقات كلش هواي. اذن هسه عرفنا شنو السنسر. السنسر الانبوت مالته يكون فتشي فيزيائي، الاوتبوت مالته يكون طاقه كهربائيه. زين الترانسديوسر شنو؟ هسه راح نجي نعرف الترانسديوسر شنو. يقول الترانسديوسر هو جهاز يحول لي، ركز وياي، هو جهاز يحول لي الطاقه من نوع الى اخر، الطاقه من نوع الى اخر. بمعنى انه هو الترانسديوسر شنو؟ هو جهاز يحول كميه فيزيائيه الى كميه فيزيائيه اخرى، يحول لي كميه فيزيائيه الى كميه فيزيائيه اخرى. يعني شلون؟ الطاقه بالدنيا شنو هي الطاقه بالدنيا؟ الطاقه بالدنيا هي ست انواع من الطاقه الانرجي فورم. الطاقه هي سته، هي شنو؟ ميكانيكال ميكانيكيه، فيجوال بصريه، أورال سمعية، إلكتريكال كهربائية، ثيرمال حرارية، كيميكال كيميائية. أنواع الطاقة بالدنيا هاي ستة، ما عندي غيرهم. كل أنواع الطاقة الأخرى تلقاها مشتقة من واحدة من ذني الستة الرئيسيات، إن ذني الستة ميكانيكي بصري سمعي كهربائي حراري كيميائي. الترانسديوسر يحول لي من طاقة إلى أخرى، يعني الانبوت مالتي قد يكون ميكانيكي والاوتبوت مالتي قد يكون كيميكال كيميائي، او الانبوت مالتي قد يكون بصري والاوتبوت سمعي، او الانبوت مالتي قد يكون حراري والاوتبوت مالتي قد يكون ميكانيكي. المهم الترانسديوسر يحول لي من طاقة الى اخرى. بعض بالمناسبة الترانسديوسر قد يكون الانبوت مالته ميكانيكال والاوتبوت مالته كهربائي. إذن السنسر هو جزء من الترانسديوسر. ليش؟ لأن أنا الترانسديوسر ده يحول لي من طاقة فيزيائية إلى أخرى، لكن السنسر يحول إلى فقط كهربائي، فلذلك السنسر هو جزء من الترانسديوسر. زين مبدأ السنسر أو البلوك دايجرام مال السنسر، السنسر يتكون من جزئين، جزء يصحوا له السنسنج إليمنت وجزء يصحوا له ترانسدكشن إليمنت. هنا ترانسديوسر كونتينز تو بارت، يتكون من جزئين، هاي الجزئين ترتبط ارتباطا وثيقا مع بعضها البعض. جزء يصحوا له السنسنج إليمنت وجزء يصحوا له ترانسدكشن إليمنت. السنسنج إليمنت هذا يصح له السنسر اللي هو يستشعر، والترانسدكشن إليمنت اللي هو يطلع لي الأوتبوت اللي أريده.
شي يطلع لي باعه يطلع لي يقول الترانزاكشن إليمنت اللي هو هذا ياخذ هذا السنسنج إليمنت اللي طالع لي منه ويحوله الى سيوتبل انرجي فورم الى طاقه ملائمه. يعني قد يكون مننا الانبوت ميكانيكي والاوتبوت منه حراري او اي نوع من انواع الطاقه الاخرى. تمام، هذا البلوك دايجرام مال الترانسديوسر. زين، كاركترستيك اوف ترانسديوسر، شنو هي الكاركترستيك مالته؟ الخواص مالته لازم يكون لينياريتي، خطي، لازم يكون اكوريت، دقيق، لازم يكون هاي ستيبلتي اند ريلايبلتي يعني استقراريه وموثوقيه، لازم يستجيب بسرعه سبيد اوف ريسبونس، سنسيتيفيتي لازم يكون حساس يعني الحساسيه مالته عاليه، كل ما تزيد الحساسيه مالته كل ما يكون الترانسديوسر جيد، حجمه صغير كل ما يقل الحجم كل ما يكون افضل لان احتمال احتاج اخليه في مكان او في ديفايس. زين، ريلايبلتي الموثوقيه. تمام، زين، شنو الكلاسيفيكيشن مالته؟ شنو الانواع مالته؟ الانواع مالته باربع انواع، واحد بالاعتماد على مبدا التحويل الترانزاكشن، واحد يصيحوا له اكتيف وباسيف، واحد يصيحوا له انالوج وديجيتال، واحد يصيحوا له الانفيرس. هذا نوعين الاربع انواع. بالاعتماد على مبدا التحويل هذا يصيحوا له ثيرمو الكتريكال، اما حراري كهربائي او ماجنتيك ريزيستيف مغناطيسي مقاوم، او الكتريك نتيك اللي هو يصيحوا له كهربائي حراري، او اوبتيكال اللي هو ضوئي او بصري. وعندنا الاكتيف والباسيف والانالوج والديجيتال والانفيرس. طبعا هذا حين راح نركز عليه الاكتيف والباسيف. الانالوج والديجيتال هذا معناته شنو؟ مو هذا ترانسديوسر. الانبوت اي واحد من الانيرجي السته والاوتبوت يكون انالوج حصرا. الديجيتال لا، اي واحد من ذني الانبوت السته والاوتبوت تكون اشاره كهربائيه بس على شكل ديجيتال يعني بلصز نبضات. زين، الانفيرس ترانسديوسر هذا الانفيرس عادة السنسر مو الاوتبوت مالته هو الكهرباء، والترانسديوسر هم عادة مالته الاوتبوت كهرباء، بس اذا صار الانبوت مالته الكهرباء احنا ندري الكهرباء واحدة من انواع الطاقة الستة، فقد احتاج انه الانبوت كهرباء والاوتبوت مثلا ميكانيكي او حراري او بصري او سمعي، فهذا يصيحوا له الانفيرس. الانفيرس هو اللي يحول الالكتريكال الى نوع فيزيكال اخر. زين، هسه عندنا الاكتيف والباسف. هذا الاكتيف والباسف هو الاكثر شيوعا والاكثر استخداما، لذلك راح يكون تركيزنا عليه. تمام، زين، شنو هذا الاكتيف شنو الباسف؟ هسه راح نتعرف عليهم. هاي طبعا كلش مفيده، يعني هذا الاكتيف والباسف بحياتنا اليوميه كلش موجوده، بس جزء تمام التبهيل هسه راح نعرفها. الاكتيف ترانسديوسر هي ترانسديوسرز يعني محولات اللي ما تحتاج اكسترنال سورس على مود تشتغل. عادة احنا مو مثلا انا عندي جهاز كهربائي انطيه كهرباء على مود يشتغل، او مثلا هذا ترانسديوسر مو لازم انطيه طاقة ميكانيكية او فتشي او يعني لازم انطيه باور سورس على مود يشتغل. هاي الاكتيف ترانسديوسر يقول لا، هي ترانسديوسر do not need external source of power، ما تحتاج مصدر خارجي من الطاقة على مود تشتغل، لذلك يصيحوا لها self-generating type transducers يعني توليد ذاتي self-generating، يعني هاي هي تشتغل من يمها ومن كيفها بدون external power. شوفوا which operate under the energy conversion principle، يعني اللي تعمل تحت مبدأ تحويل الطاقة. هسه راح نجي نعرف شلون تشتغل. يقول as the output of active transducer، يعني الاوتبوت مال هذا الاكتيف ترانسديوسر نحصل على ان equivalent electrical output signal، يعني الاوتبوت راح تكون عباره عن الكتريكال سيجنال يعني طاقه كهربائيه او كهرباء تكون معادله للطاقه الانبوت.
زين مثلا مثل temperature or strain يعني حرارة أو ضغط تولد لي electrical potential يعني تولد لي جهد كهربائي بدون استخدام source of energy مثل بيزو الكتريكال. هذا طبعا البيزو الكتريكال هواي منتشر. زين شلون يعني؟ يعني باعوا شايفين الجداحة من نتفسخها مو تلقى بيها هيجي فتشي مثل المحول وهذا اللي هو بيها هيجي سلك وهنا اكو هيجي حديد لي فوق هاي من اضغطها هذا السلك يقوم يجدح. شايفين قبل من كنا مثلا نشاقه ويا واحد نجيب هاي ونضغطها وننتل صاحبنا هي هاي باعه هذا يصحوا له اكتيف ترانسديوسر. هذا النوع ما احتاج يعني اكسترنال باور سورس مجرد ضغطت الضغط تحول الى طاقه كهربائيه بدون مصدر طاقه خارجي يعني ولدت كهرباء او شحنه كهربائيه او جهد كهربائي بدون مصدر خارجي مجرد بس ضغطت عليها هو هذا الاكتيف ترانسديوسر. زين الباسيف ترانسديوسر عكس ذاك يعني بعد يعني اصبحت واضحه الباسيف لا يحتاج مصدر خارجي على مود يشتغل. شوفوا these transducers need external source of power على مود تشتغل يعني تحتاج مصدر خارجي على مود تشتغل مثل شنو؟ طبعا هاي يصيحوا لها شنو؟ يصيحوا لها not self generating type يعني مو توليد ذاتي مثل شنو؟ مثل هواي عندنا شغلات مثلا مقاومة متسعة ملف هاي ما تشتغل إلا أسلط عليها مصدر طاقة يعني أنطيها power source أنطيها power source AC DC ما أدري شنو على مود تشتغل. زين نرجع على active transducer. active transducer مثل الأنواع اللي عندنا هذا اللي ذكرناه اللي هو بيزو electrical transducer بيزو electrical transducer هذا النوع كلش مهم والدول المتقدمة مثل اليابان هواي تستخدمه. هسه راح نيجي نشوفه ونشوف شنو مبدأ عمله. البيزو electrical transducer إيش ده يقول؟ ده يقول هذا البيزو إلكتريكال ترانسديوسر هذا هو هيك شكله صاير. ده يقول يتكون من كريستال ماتيريال مادة كريستال مثل الكوارتز مثل الكوارتز هاي وينها كريستال ماتيريال اللي هي هاي وينها مثل الكوارتز وروشل سولت اللي هو ملح روشل سولت هاي وينها هنا يكون روشل سولت زين وباريوم تيتانيوم باريوم تيتانيوم هذا الباريوم تيتانيوم ينتج EMF معناته الكتروموتيف فورس يعني قوة دافعة كهربائية. هذا إيش وقت يسلط هذا الباريوم تيتانيوم إيش وقت يسلط قوة دافعة كهربائية من أسلط عليه ضغط شوفوا when they are under stress من أسلط عليها ضغط يعني أجيب هذا البيزو إلكتريكال من شنو مصنوع؟ خلينا هنا في الطبقة خارجية وهنا الطبقة اللي هي يخلون بها الكريستالة وهنا البيز ماتي هذا الباريوم مو أضغطه راح ينضغط على الكريستالة فيقوم يولد لي قوة دافعة كهربائية بس شو وقت من أضغط؟ زين خلينا نشوف مبدأ العمل إيش ده يقول؟ ده يقول من أصل الضغط pressure sense diagram من أصل الضغط على الحاجز وين الحاجز هذا تشوفوا باعوا هذا هنا خوش باعوا هاي الكريستالة هذا البيز ماتي البيز يعني فدعامة قوية تسند الكريستالة وهذا الحاجز أنا أجي هنا أصل الضغط من أصل الضغط على الحاجز الحاجز راح يستشعر هذا الضغط وراح يحوله القمة الكريستالة راح يجيب الضغط هنا الكريستالة راح تنتج لي قوة دافعة كهربائية EMF electromotive force قوة دافعة كهربائية تتناسب مع حجم الضغط هاي مبدأ عمله. الادفانتج مالته شنو الفوائد مالته؟ ما تحتاج اكسترنال
power source self generating. المظار مالتي هي مو مظار، بس أنا أقولكم يعني شنو، ما أقدر أقيس، ما أقدر أقيس حالة ثابتة، لأن هاي مو ستاتيك دايناميك. بقى هاي وين فائدتها؟ يقول لك باليابان وبالصين، يعني الصين ما شاء الله عدد نسمتهم مليار ومليارين إله، فدا يقول لك مو هاي مثلا الشوارع مالتهم، مو هواي بشر يفوتون يمشون بيها حتى باليابان، مو هاي محطات القطار، يقول لك مو هذا الرصيف يخلون هذا البيزو إلكتريكال جوا الرصيف، فهاي العالم مو تمشي مثلا هذا الشارع اليوم يفوتون بيه 10,000 واحد. تخيلوا أنا كل ضغطة دا أولد قوة دافعة كهربائية، فهاي تروح إلى محطات ما طاقة وجاي ينتج طاقة بالبلاش وجاي يوزع للناس. هاي الطاقة الكهربائية منين جاية؟ جاية بس من مجرد مشي الناس بالشارع. هاي تمشي تضغط على يعني على دايجرام، وهذا الدايجرام مالتك اللي هو الحاجز ده يضغط على كريستاله، والكريستاله مسنودة بيز وطلع له قوة دافعة كهربائية. شلون هذا مال الجداحة مو كنت أضغط وبهذا السيم يطلع لي قوة كهربائية؟ هنا نفس الشيء، بس يزرعون من هذا هواي تحت الأرصفة بالمتروات، فهاي الناس مو تمشي هي وتضغط تطلع اللي تنتج قوة دافعة كهربائية، تروح إلى فاسيلتي منشآت مال كهرباء وبعدين يوزعوها على العالم، فجاي ينتج كهرباء بالمجان بلاش. بس المشكلة مالتها هذا الشارع اليوم جوز فات بيه 10,000 واحد، باكر جوز يفوت بيه 5,000 واحد، عقب باكر جوز يفوت بيه 50,000 واحد، ما أدري. فأني ما أدري إيش قد باليوم دا أنتج طاقة، فلذلك يصحوا له دايناميك. التطبيقات مالته يصحوا له بال HF Accelerator. زين، إذن الباراميتر المهمة بالترانسديوسر شنو؟ إنه كل ما يكون static response كل ما أحسن. ليش؟ لأن الاستجابة الثابتة أفضل من الاستجابة الدايناميك. ليش؟ لأن ثابتة أدري أنا إيش قد أنتج باليوم. دايناميك ريسبونس إنه قد يكون دايناميك شلون مثل حالة البيزو والإنفيرمنتال فاكتور. يعني أنا على مود الأصمم ترانسديوسر لازم أخلي بالي ثلاث شغلات، إنه ما يكون ستاتيك ريسبونس أو دايناميك ريسبونس وتأثير البيئة عليه. لهنا تكون خلصت محاضرتنا، إن شاء الله محاضرة خفيفة وسريعة وحلوة، وتعرفنا بيها شنو السنسر وشنو الترانسديوسر وشنو الفرق بيناتهم. إذن شنو الفرق بين السنسر والترانسديوسر؟ إيش دي يقول؟ دي يقول الترانسديوسر هو عبارة عن جهاز يحول لي سيجنال من طاقة فيزيائية إلى طاقة فيزيائية ثانية. دي يقول أنا عندي ست أنواع من الطاقة بالدنيا، اللي هي ميكانيكال، ثيرمال، ماجنتيك، إلكتريكال، كيميكال، راديشن. أي جهاز يحول لي أي نوع من الآخر يصحوا له الترانسديوسر. السنسر شنو؟ السنسر هو النوعية اللي يتحول إلى طاقة كهربائية فقط، لذلك السنسر هو جزء من الترانسديوسر. كل سنسر هو ترانسديوسر، بس مو كل ترانسديوسر هو سنسر. تمام؟ لهناك إذا باعوا هسه تشوفوا السنسرات اللي موجودة بالسيارة، من ترجع على البيك ويقوم يطوط هذا السنسر، ترى هذا مو سنسر، هذا احنا نصيح له سنسر بس هذا ترانسديوسر، لأن هذا دا يحول لي الطاقة الحركية المسافة دا يتحولها إلى صوتية، فهذا مو سنسر هذا ترانسديوسر. فأتمنى تكونون تفرقون هندسيا شنو السنسر وشنو الترانسديوسر. ولهنا خلصت ويانا محاضرتكم، وإن شاء الله نرجع لكم في فيديو قادم بمحاضرة جديدة. تحياتي لكم.